محمد دلوقتي في مظاهرات نزلت، انا عايز اتوقف معاك شويه عند تحليل المضمون اللي كان في المظاهرات. فكره الانطلاق من مصطفى محمود بما له من رمزيه في 25 يناير، الانطلاق من قائد ابراهيم بما له من رمزيه في 25 يناير، احنا شباب 25، عيش حريه فلسطين عربيه، ثم تحول الامر لعيش حريه عداله اجتماعيه يعني وغزه عربيه. وايضا فكره المظاهره دي بجد مش تفويض لاي حد. مش تفويض يعني لأي. عايز بس اتوقف معاك شويه عند الهتافات. ايه دلالتها؟ طيب في السيمائيه يعني انت عايز تاخدنا للحته المهمه في الموضوع، بس الحته المهمه في الموضوع مربوطه، انا شكرا للاستاذ محمود، مربوطه بجزء من الرؤيه اللي طرحها الاستاذ محمود وان كانت متعارضه معاه، وهي فكره انه الناس نازله عشان القضايا الفلسطينيه. للاسف الشديد اي قراءه متعمقه في تاريخ الحركه الوطنيه المصريه يجد انها لا مؤشر تصاعد كلما كان هناك حادث ما في القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية كانت دائما ما تكون من مفاعيل تحريك الشارع في مصر لأزمات اجتماعية داخلية، وهذا ليس عيبا ولا قصورا، لأن استحضار الناس إلى الساحة السياسية في أي قضية عامة بيؤجج مشاعر الفعل الجماعي. عشان كده هذا النظام كان حريص لمدة 10 سنين على إقصاء السياسة من المشهد واستبعاد المواطنين من مشهد التفاعل السياسي وإبقاء السياسة داخل الغرف المظلمة كي تقاس وتصاغ ثم تطلق على الناس بهذه الطريقة. ده مرتبط بالكلام اللي حضرتك بتقوله، الشعارات اللي موجودة في المظاهرة النهاردة. كان هناك جدل بالأمس استمر لساعات متأخرة بالليل، هل نشارك في هذه المظاهرات أم لا نشارك؟ لأنه في النهاية هناك مجموعة من البلطجية وأصحاب المصالح واللي أشار إليه الأستاذ محمود بشكل واضح من المنتفعين وتجار الـ الأحداث السياسية الذين يريدون توظيف هذا الحدث السياسي ربما لتكريس صيغة ما، صيغة تنظر إلى الشعب المصري باعتباره كتلة صماء وليس باعتباره كتلة حيوية متفاعلة مع واقعها السياسي ومع قضاياها القومية والوطنية، وهي مدركة تماما أنه المخاطر على هذه القضية يأتي من الداخل وليس من الخارج. الخارج عدو معلوم الهوية ومعلوم الكيان ومعلوم الاتجاه، المشكلة الحقيقية هي المخاطر التي تأتي من الداخل، من هذه الكتلة التي ترى في أن القضية الفلسطينية وسيلة لبقائها في السلطة، محاولة توظيف أمال الناس وطموحها ورغبتها في أنها تشارك في أنها تجيشها لمصلحة الاستبداد والقمع وتكريسه وربما تمديده وتوريثه إلى آخرين. هذه هي القضية الكبرى وهذه هي الشعارات التي رفعت. الشعارات التي رفعت مزجت بشكل حقيقي ومتواصل ما بين أمال الناس وطموحاتها في التغيير ورغبتها في أنها تشوف مجتمع بتحترم فيه كرامة الإنسان وحياته بشكل حقيقي وما بين القضية الفلسطينية، وهذا هو الذكاء السياسي للشعب هو المصري. أنا هنا خليني أسألك سؤال مستفز شوية. أنت ليه لا استفزني براحتك. أنت ليه مصمم تربط مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية نعم. وجزء لدعم السيد الرئيس في تفويض اللي طلبه بالأحداث السياسية والاقتصاد؟ يعني ما هو ده خطاب الناس معارضي السلطة اللي بيحاولوا يستغلوا أي حاجة ويركبوا عليها ويوجهوها لأهدافهم هم، والكلام ده على تويتر موجود يا أستاذ محمد، لكل واحد حاول يربط ما بين السياسة وما بين فلسطين. ارحمونا يا جماعة بقى وسيبوا الناس تعبر عن فلسطين. أنا مش قادر أفهم ما هي متطلبات هذا التفويض ومن اخترع هذه الصيغة. كل الناس والمشاركين في السياسة والحركة المدنية وخارج الحركة المدنية يتساءلون من الذي ربط الحراك الذي يطالب بدعم قطاع غزة والوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية ومؤازرتهم وتقديم وسائل الصمود بتفويض. تفويض لمن؟ تفويض للرئيس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفض تهجير الفلسطيني إلى سيناء. هذا نص التفويض. يعني أنت تريد شيكا على بياض تتصرف به كيفما تشاء وتأخذ به القرارات اللي لا يمكن لهذا الشعب أن يفوض من باع أرضا
لا يمكن لهذا الشعب أن يفوض من وقع على صفقة طيران وصنافير، لا يمكن لهذا الشعب أن يعيد مأساة التفويض مرة أخرى. مأساة التفويض ممتدة لم تصل فقط إلى 2013، بل امتدت إلى ما سبق ذلك في عام 1954 عندما هتف في مواجهة الديمقراطية وقالوا تسقط الديمقراطية. أعتقد أن تجارب الشعوب خير وسيلة للتعلم، نحن نتعلم والشعب قد تعلم، والهتافات التي استمعت إليها في الشارع، المظاهرة دي بجد مش تفويض لحد، هي مظاهرة تدرك هذا الشعار السياسي. الشعارات السياسية يقدم فيها دراسات في أبحاث الدكتوراه والماجستير في الجامعات في العالم، لأنها تحمل دلالات ومعاني سياسية مهمة. هذا هو ما نقوله، وهذا ما يجب أن نميز فيه ما بين طرفين. طرف ينظر إلى الشعب المصري باعتباره كتلة صماء تستدعى عند اللزوم ثم تقصف بها في سلات المهملات عندما تريد هذه الكتلة أن تعبر عن رأي مغاير ومخالف لرأي السلطة، وما بين سلطة تنظر إلى هذا الشعب نظرة في الحقيقة فيها كثير من المهانة والمذلة. وبالتالي كثير من السياسيين دارت بينهم بالأمس حوارات، هل نشارك في هذه المهزلة أم لا نشارك؟ قيل بأن هذه السلطة وبهذا التكوين سوف تسعى إلى توظيف كل شكل من صحيح. الأشكال ربما للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني باعتبار أنه تفويضا لها، وهذا أمر مرفوض. وبالتالي كان هذا الشعار وهذا الهتاف جزء رئيسي من استراتيجية النزول إلى الشارع اليوم.